نظم ملتقى النهضة العربية الثقافي بعمان ورشة عمل بعنوان الشباب وصناع المحتوى، الدوافع والتحديات والبدائل. تضمنت الورشة التي أدارها رئيس الملتقى باسل الطراونة جلسات حوارية للخبراء والمشاركين، ناقشوا خلالها عدة محاور أهمها نوافذ مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للمشاركة والتعبير إضافة إلى المحتوى الإلكتروني. وقد تركزت حوارات المشاركين حول صراعات المجتمع الذي فرض نفسه على الفضاء الرقمي وصناعة القرار. احنا اليوم ضمن سلسلة لقاءات ملتقى النهضة العربي الثقافي الإعلامي في منظمة أرض، نسعى دائما لخلق عناوين مهمة تمس المجتمعات وتبين مدى التطور الملحوظ في الماكينة الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي والمحتوى أيضا ومضمون المحتوى. أخذنا على عاتقنا ضمن برنامج جيل جديد ويؤسس لحركة شبابية نهضوية تقود شبكات الميديا من نطاق بدءا من المحتوى الذي يفيد المجتمعات والقيم الاجتماعية والقيم الاقتصادية وحتى القيم السياسية بالتأكيد والقيم الفكرية. نحن ننطلق من منطلق يعني واجب المؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بشكل عام الالتفات إلى ما يدور في محتوى الميديا بشكل عام وتزويد هذا المحتوى وإمكانية تزويده بأهم المعلومات التي من الممكن أن يعني يرتكز عليها الناشط والمتفاعل والمتفاعلة مع شبكات التواصل الاجتماعي. بالتأكيد المحتوى يجب تزويده بمضامين هامة تمس قضايانا العربية والإسلامية والقضايا الدينية والقضايا العروبية وأيضا القضية الفلسطينية، وهي محور مهم من محاور نقاشنا مع الجيل الجديد حتى يكون لها مكان أوسع وأشمل في تلك المضامين التي تكتب من خلال يعني النشطاء في هذا الإطار وفي هذا المجال.